السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناة بسمتي للتفصيل والخياطة. اليوم الفيديو نتاع اليوم نوريكم الدواسة نتاع البرودي، نوريكم كيش الطريقة كيش تخدموا بالدواسة نتاع البرودي. هنا الماكينة نتاع تجي في الماكينة بوان زيكزاك، ما تجيش في الماكينة السنجر، تجي غير في الماكينة تاع بوان زيكزاك البورتاتيف. نركبوا الكانيطة، هنا نديروا نجيبوا البورت كانيط وركبوا الكانيطة. ها هي نبديو، بسم الله هنا الخيط راه عندنا راكب. نقلعو الدواسة نتاع الماكينة، نديرو الدواسة نتاع نتاع البرودي. هي نقلعو الدواسة، قلتلكم هاهي قلعتها، تقلعوها قاع من الماكينة. هاهي قلعتها ونستعمل الدواسة نتاع البرودي. هاهي الباكي نتاع الدواسة نتاع نتاع البرودي. هاهي هنا الثمن نتاعها، شوف هو الثمن شحال دير، دير 170,000 عند محل التوأم. ما هي هذه هي الدواسة نتاع البرودي. ونركبوها بهذه الطريقة، نجيو هنا هاي تجيو فين دايرين، فين نزيرو الإبرة نتاع الماكينة وديرو عليها هذا. ها شوف هذا ديروه فوق الإبرة نتاع الماكينة، يجي هاك بهذه الطريقة، يجي باش يبقى يطلع باش الإبرة تطلعه وتنزله. ها هو لازم ننزل قلت لكم الإبرة. نجيو نركبو الفيس، ونجيو للماكينة، نجيو نجيو للماكينة، ونجيو فين هنا الريكلاج نتاع الزيكزاك نتاع البرودي أو نتاع تخدمو بيه. هنايا فين نستعمل هادي، هاي هادي نستعملها، هادي عجبتني في البرودي هنايا، ونستعملو هذا. هو هنا تستعملو في الأس، هاي درت هنا درت هاد السهم الأس ونخدم. هنا نعطيكم الطريقة كيش تخدمو بالدواسة نتاع البرودي. هاي شوفوا دير هاد الوريدات، البرودي اللي عندكم في الماكينه تخدمه لكم هنا، تبغيو تخدموا به اي حاجه، الرقم تاع البرودي اللي تبغيو ديروه يخدم لكم هنا. المهم هنا نعطيكم كيش تخدموا بها. هاي شوف ها هي درت لها الريكلاج هنا، الريكلاج تاع البرودي. بسم الله هاي تخدم بهذه الطريقة. ها هو النوع الأول، عطيتكم هذا النوع الأول نتاع البرودي. نزيد النوع الثاني،
هي النوع الثاني نتاع البروتي. نزيدكم النوع الثالث. ها هو النوع الثالث. نزيدكم النوع الرابع. هاد البرودي نتاع الزيكزاك، هاد النوع اللي درته لكم زيكزاك. ها هو هذا النوع الرابع. تقدروا تدوروا الزوج تاع المرات، تقدروا تدوروا زوج، تقدروا تدوروا ثلاثه، على حساب باش تبينوا الورده الدائره. هنا نزيدكم النوع الخامس. هشوف. ها هو النوع الخامس. تشدوا الخيط باش كي تجيو تخدموا المره الثانيه ما ينصلكمش. هنا نزيدو نوع. هذا هو البرودي اللي تخدمه. هذه هي الدواسه نتاع البرودي، تقدروا تخدموا بها الانواع نتاع البرودي اللي عندكم في الماكينه، جميع انواع البرودي. نزيد نوريكم كيش تصغروا، تبغيو تصغروا الدائره تقدروا تصغروها. شوفوا تبعوا معايا مليح، هنا نجيو لهذا الفيس هنا، ها هو، وتفتحوه بهذه الطريقه، تفتحوه وديروا هاي. شوفوا الدواسه تمشي وتجي، هاي هاي جيبوها هنا وتوليو تزيرو. هنا نديرو الوردة صغيرة. هاي شوف هنا الوردة جينا صغيرة، هيا جينا الوردة صغيرة على الوردة الأولى اللي درناها في الأول. هاهي شوف هاي الوردة هنا، هذه كبيرة وهذه صغيرة، قلت لكم منا تكبروا ومنا تصغروا. نزيدكم النوع نوع آخر، هذا يعجبني بزاف، يجي شباب. درت زوج تاع المرات، درت تقدروا تدوروا حتى زوج مرات.
ها هي شوف، ها هي شوف الوردة، ها هي هاد الشكل نتاع حد الشكل، ها هي هنا صغيرة وها هي هنا كبير. ها هي تقدروا ديروا هادي في الوسط غير بالريغلاج، الريغلاج وتكحزوا وتخدموا. ها هي شوفوا هذا هما الانواع نتاع البرودي. كاين الماكينات اللي فيهم الانواع نتاع البرودي بزاف، تقدروا تخدموا بهم جميع انواع البرودي اللي عندكم في الماكينه، وتقدروا تبدلوا هنايا. شوفوا عندنا هنايا في الماكينه عندي هنا شحال عندي من نوع نتاع البرودي، عندي 17 نوع، 17 نوع في هنا في الريغلاج تاع البرودي. لكن تقدروا تغيروه من هنايا، نغيروه هنا نقدروا نديروا بهذا الرقم 4 نقدروا نديروا نوع، وبالرقم هذا الاس هذا عاود نوليو نقلبو نوليو نديروا نوع ثاني بهذا البرودي عاود. هذه هي تقدروا غير في الريغلاج تاع الماشينه، غير الريغلاج تاع الماشينه، وتخدموا بالدواسه تخدموا بها البرودي. كاع جميع انواع البرودي اللي يكونوا عندكم تقدروا تخدموه. هذه هي هذه هي الدواسه نتاع البرودي. كانوا بزاف الاخوات اللي طلبوا مني قالوا ديري لنا الدواسه نتاع البرودي. هذه هي الدواسه تاع البرودي، وهذه هي الطريقه باش تخدموا. المهم راها موجوده جميع محلات اللي يبيعوا لوازم الخياطه، حتى اللي يبيعوا الماكينات تاع الخياطه يبيعوهم، لكن شريتها من عند المحل اللي يبيع لوازم الخياطه من عند محل التوأم، الدير 170000. هذه هي الدواسه نتاع البرودي، وان شاء الله تعجبكم هاد الفكره نتاع هاد البرودي. يبغيو البرودي بزاف يقدروا يستعملوها. هذه هي النتيجه النهائيه نتاع البرودي، وان شاء الله تعجبكم وتكونوا فهمتوها. ومع السلامه، ونتلقاو فيديو اخر ان شاء الله.